دائما ومن أحوال الطقس لأحوال الناس والحياة والمجتمع والأوضاع الراهنة مع ما يرسمه فنانو الكاريكاتير بقراءات متجددة مع زميلنا الفنان التشكيلي إياد حمادي. صباح الخير إياد. صباح الخير مدام لبابا. يسعد صباحك سادة. يسعد صباحك مدام عبير. طبعا اليوم معنا مجموعة من الكاريكاتيرات التي هي منوعة لمجموعة من الفنانين السوريين وغير السوريين، وفي شيء من التواصل الاجتماعي، زائد دائما صورة فوتوغراف نحن منضيفة دائما للمجموعة، أيضا هي صورة معبرة. نشوف لوحات طبعا. طبعا هذه اللوحة للفنان، نشوف اسمه بس، علي مهند العلي. مهند العلي على ما اعتقد. اي تماما. هاي اللوحه تعبر عن امريكا وكيف خلقت هذه الدوله الامبرياليه التي يرسم خطوط العلم علمها مزيد من القتل والاستيلاء والتسلط والاستعمار، وهي لوحة عريقة وجميلة جدا ومعبرة. طبعا لاحظي خطوط العلم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، كل خط فيه وكل نجمة تشكل ولاية. ولاحظي أن حاول الفنان أن يطابق الرسم على فكرته بأن هذا العلم وجد على دماء البشر، يعني الهنود الحمر عموما في الولايات المتحدة هم أصحاب الأرض الحقيقيين الذين كانوا في تلك المنطقة عندما أتى الأمريكي المستعمر وخاض حروب أهلية كثيرة وقتل ما قتل من هؤلاء الهنود الحمر الذين هم سكان المنطقة الحقيقيين، وما زال هذا النهج ساري حتى الآن في الدول الصديقة والدول الصغيرة التي ربما هي ضعيفة تحاول الهيمنة والسيطرة عالميا. نشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا هذا الكاريكاتير متكرر جدا ويحمل معاني كثيرة. دائما هناك تأكيد على أن اليد الأمريكية هي من صنعت داعش، وهذا الخنجر العربي الذي ذيله على شكل لحية، هذه اللحية التي هي من رموز داعش إذا صح التعبير، هذه اللحية التي عانى ما عانى منها هذا الوطن الحبيب الذي يعني كذلك سوريا التي عانت ما عانت منه ومن هذه الأفكار الجهنمية التي فبركوها وجعلوا أبعادها تتجلى في الذبح والقتل وتحت شعارات إسلامية هي أنهم أبعد ما يكونوا إليها. نشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا هذا الكاريكاتير الآن كثير ما يتداوله يعني رسامين الكاريكاتير في التواصل الاجتماعي، وخصوصا هذا الانزياح الهائل والكبير للسعودية التي ما تزال تتماهى مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ مشاريعها بكل ما تستطيع من قوة، بالرغم من أن هذا العائد السياسي وتسمير هذه السياسة لا يعني لا تنفع السعودية في شيء، إنما هي مزيدا من العزلة، وخصوصا أنها تقيم حروب كثيرة أنهكت ميزانيتها وأنهكت دورها الإداري كمملكة، وحتى علاقاتها الدولية أيضا باتت مهددة نتيجة هذا التعسف وهذا يعني الانشداد باتجاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الكاريكاتير أيضا جميل ومعبر وله مغازي كثير. نشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا هذا الكاريكاتير وسعد الحريري وهذه القصة الغريبة العجيبة التي لا نستطيع أن نقول عنها إلا أنه معتقل حقيقة في السعودية، وكل هذا الكذب الإعلامي الذي نقرأه من خلال شاشات التواصل، من خلال يعني شاشات التلفزيون والمعلقين السياسيين عن أنه مرغما وليس بحريته، وهذه الاستقالة الهزيلة كانت مسرحية غريبة عجيبة. يعني يحاول هذا الكاريكاتير للفنان فارس قرابيت على ما أعتقد أن يصور الحريري وهو حزين وهو ربما مجبر على أن يقول ما يقوله في تلك المقابلة في السعودية. طبعا هناك أيضا هذا الكاريكاتير يحاول أن
يقول أن الحوار دائما، هذا الحوار الذي يقرب ما بين جبهتين متناجدتين إذا صح التعبير، هذه الجبهتين ربما كان بينهما هو كبيرة وعميقة جدا. هذه هو من خلال الحوار الذي يمكن أن يصل تلك الجبهتين إذا صح التعبير أو النجدين، ويمكن أن يكون هناك اتصال حقيقي فعلا من خلال الحوارات، ولكن الحوارات الجدية، الحوارات القائمة على بنيان منطقي معقول وعن عقلانية وعن منطق وليس أكاذيب إذا صح التعبير. نشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا نضال ديب، هذا الرائع الفنان الجميل الذي يعني يحاول أن يصور الأمريكي على أنه زارع للشر، هذه الأشجار التي يزرعها ويثمرها كداعش مثلا، ويعني أنا أعتقد أن هذا ينطبق تماما على داعش، هذه الشجرة التي سقاها وصرف عليها المعلومة والمال وليستثمر بها، هو منشارها أيضا. يعني لاحظي كيف يرسم رأس هذا الأمريكي على شكل منشار، هو من يقطعها و يعني يحييها ويميتها إذا صح التعبير. طبعا هي أكبر دلالة على أنه الأمريكي هو والغ في هذا النهج، وهو الذي صنع حقيقة داعش ومثيلاتها من النصرة وغيرها. طبعا نرجع لنضال ديب في رسومه الكاريكاتورية التي يحاول أن يقرأ في خدمات في الشأن الاجتماعي السوري، وخصوصا العائلة السورية عندما يدهمها مدرس خاص. يعني هو يعاني أيضا تشليح. طبعا المجتمع يحاول أن يصور بعض الناس الذين يعانون من الفقر، تكاليف، لا حتى من غلاء أسعار الدروس الخصوصية. هي إسمان أيضا إضافية يعني تضاف إلى عبء إلى رواتب الموظفين التي هم يشكلون هذه الأسر. عموما كاريكاتير حلو جميل ومعبر أيضا. نشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا يعني لنلاحظ هذا التناقض الذي يجلس على أكياس من الذهب وكنبة فخمة جدا على شكل كنبة فخمة جدا مدعوم بكل ما أوتي من مال وقوة، ليسأل مواطن ربما فقير أو محتاج ويقول له من أين لك هذا. يعني السؤال بسؤال عموما. طيب. نعكس السؤال، نعكس السؤال حتى ما يفاجئوا بسؤال يمكن. أو بيسبق عليه. أيوة. صح بيسبق. طبعا هذا الكاريكاتير يحاول أن ينتقد بعض الذين يدعون مثلا فنا أو طربا، أو فيسخر من الذين يحاولون الادعاء بالصوت الجميل وما شابه. يحاول أن يقول أنا حابب صير مطرب، بلاقي عندكم أحبال صوتية حلوة. طبعا أخذ يعني حتى بهي كمان بدي يصير. هي استعارة، هي استعارة للحبال وبطريقة ما، وكأن يعني الأصوات أو هي عبارة عن شراء مستطيع أن نشتريها أو لا نشتريها. هي طبعا موهبة وهي أيضا تجربة طويلة وأداء وإلى آخره. طبعا أيضا نضال ديب يحاول أن يرسم لنا ما يشعر من ثقل الأسعار على المواطن الذي على شكل حذاء يريد أن يدهس هذا المواطن الذي يصرخ مستجيرا وهاربا من قوة وضغط الأسعار. يعني يعيش تحت وطأة تماما. يعني أنا فعليا ملاحظ ملاحظة أنه يعني بلشنا نرتاح قليلا، وخصوصا بفضل الجيش العربي السوري وبطولاته ودحر الإرهاب وانزاح هذه الغمة عن كثير من المدن السورية، وبدأت الحياة تعود إلى سوريا من جديد. إلا أنه ما زالت الأسعار عالية، وما زال هناك الناس يشكون من هذه. صح. الأسعار وهذا الغلاء. يعني أنا أتمنى، وهذا يعني نحن نوجه رسالة من هنا من هذا المنبر، يعني أن يكون هناك عمل جدي على هذا الموضوع تحديدا، ويعني في رقابة تماما، رقابة وإعادة ترتيب لهذه الفواتير الضخمة. يعني تخيلي مثلا ربما حذاء صغير بالعشر تلاف وخمسة عشر ألف، يعني ربع الراتب تقريبا. صحيح. عموما هذا كلام ربما يعني أعتقد يمكن هو برسم المعنيين على ما أعتقد المفروض يكون هيك.
طبعا هذا الكاريكاتير يحاول ان يقرا في الشان الخدمي ايضا. عم بيقول له رحت لعند طبيب وطلع معي ضغط اسعار مرتفع وضيق نفس ومعيشي وعجز دائم بالراتب ونصحوني راجعك لأن الحل عندك. لحظي وهو المسؤول ويضع صورة بينه وبين المواطن، هذه الحميمية التي يدعيها إلا أنه لا أدري يعني فعلا هو المرجعية بالنهاية للمسؤول والذي له القرار، ولكن هل هذا المسؤول يعمل؟ هنا السؤال، يعني هل هذا المسؤول فعلا هو محب لهذا المواطن؟ هذه هي القضية وهذا هو السؤال. هذا كمان سؤال برسمهم، برسم من يعني على هذا المنبر تحديدا. نشوف الكاريكاتير اللي بعده. طبعا هذا الكاريكاتير يحاول أن يقول عن المواطن السوري الذي يعني تحمل ما تحمل من إرهاب ومن تهجير ومن فقر ومن عوز وأيضا الكثير من الأشياء، فهو فعلا يأخذ المركز الأول، يستحق موسوعة جينيس للمركز الأول بالصبر عموما. هو الرجل الصابر، يعني أنا أعتقد أن صبر أيوب ليس بأكثر من صبر هذا المواطن السوري إذا صح التعبير. نشوف الكاريكاتير اللي طبعاً بعده. صابر ومبتسم. طبعا ما زال عنده المزيد من الصبر عموما. طبعا نأتي إلى شماع. يعني الآن هناك هزة أرضية عصفت من يومين ثلاثة تماما ما بين العراق وإيران وربما تركيا. زلزال عنا هزة بسيطة تماما، يعني شعر فيها كل محيط المنطقة حتى وصل إلى لبنان وسوريا. أنا حقيقة والله ما شعرت، ما شف يعني ما بعرف، ما حسيت بهذا الموضوع، ربما يمكن نومي تقيل شوي. بس فعلا يعني هذه الخبر. وهناك الكثير من الدمار الهائل حول مركز الهزة في مدينة إيرانية عموما. يعني نتمنى أن لا يكون هناك كثير من الضحايا، يعني لأنه بالنهاية الإنسان هو بيهمنا، الإنسان تحديدا. لاحظي أنه هذا الكاريكاتير اللي مرأ عم بيحاول يحكي أنه ما شعرت بالهزة الأرضية، عم بيقول له الهزة اليوم عم ننهز فيبدو مثلي هو ما شعر عن كمان. طبعا هذا الكاريكاتير أيضا يتكلم عن تحسين وضع الكهرباء. طبعا ما عاد لها شغل غير اني اشتري لها سيارة، يعني ومشتري البطارية، يبدو زادت هي قطعة زايدة صارت عنده كونه هلأ تحسنت الكهرباء. يا سيدي منيح، يعني نحن نتمنى ان تتحسن الكهرباء وما يكون عنده شغل البطارية وبلا شالبن هيك، يبدو عنده اماني انه يشتري لها سيارة. يعني تماما. طبعا هذه الصورة الأخيرة لطفل يجلس بين القمح، يعني طبعا بقمح الفقراء ودماء الشهداء يبقى الوطن. صورة معبرة طبعا أضافها لنا الصديق باسم شرمك، وهو معني بهذا الموضوع جدا ويتغنى بهكذا صور. عموما صورة معبرة جدا، فعلا تعبر تماما عن هذا القمح وهذا التواجد. يعني ما في أجمل من الطفل وقمح، يعني هاي رموز سوريا ومستقبلها. يعني أنا بتمنى حاليا نعمل نوع من التجديد، هاي رح نحكيها على الهواء مباشرة، ما بعرف إذا كان متاح لنا، أنه يراسلونا اللي عنده صورة مثلا معبرة على برنامجنا هذا. نحن ممكن نعمل ملف صغير بمشاركات صفحتنا على الفيسبوك لأرغاريت، تكون هي الصفحة يعني يجي مشاركات لبرنامج قراءات في الكاريكاتير، وشاركونا بصور معبرة ونحن بنختار وبنحكي طبعا مع الاسم، يعني يحطوا لنا في كثير هواة تصوير. تماما تماما، يعني هي مشاركة جميلة. صحيح. ربما الرسم الكاريكاتير له مواصفات خاصة، ربما ليس الكل يستطيع ان يشارك بهذا الموضوع كونه الكاريكاتير يعني بده مواصفات مهمة وخاصة. لذلك التصوير ربما يمكن اكثر سهولة في عملية التقاط الصور، خاصة انه هن اللي بيكونوا مصورين. تماما. هكذا نكون قد انتهينا ما في جعبتنا من صور ولوحات، وأتمنى أن تكون قد نالت الإعجاب. شكرا جزيلا. دائما باقة جميلة من رسوم الكاريكاتير كل يوم أربعاء نحن نستمتع بقراءتها مع زميلنا إياد حمادي. شكرا جزيلا إياد. شكرا مدام لبابا. شكرا أستاذ إياد، أهلا وسهلا فيك.